مرحبا وتحياتي لجميع الصديقات والأصدقاء. الموت والخلود وملحمة جلجامش. فمنذ أن وعى الإنسان وجوده ومنذ أن وعى هذا العالم من حوله أحاط نفسه لنقل بهالة من الأوهام والخرافات والأساطير التي جعلته يعتقد بأنه متميز عن غيره، والتي جعلته يعتقد بأن هناك حكمة ما لوجوده هي بدون أدنى شك أعلى من حكمة وجود باقي الحيوانات والحشرات وحتى النباتات التي تشاركه هذه الأرض. وعاش الإنسان دائما لنقل هذا الوهم، وهم العظمة، وهم عظمة استمده طبعا من قوة عقله ومن تسلطه أو من سلطانه على الكائنات الضعيفة. تخيلوا أن هذا الإنسان عندما استطاع أن يتغلب على الفيلة وأن يتفوق على الأسود وبالتالي دانت له السيطرة على الأرض، قرر هنا بأنه لا ينتمي إلى هذا العالم، بأنه لا ينتمي إلى كل هذه المخلوقات الضعيفة، وبأنه من نسل الآلهة، وبأنه خالد لا يموت، وإن مات فعصي على الفناء. ومنذ أن قرر جلجامش أن يقطع البحور السبعة، منذ أن قرر جلجامش أن يقطع البحور السبعة كما يخبرنا، وأن يتخطى الجبال السبعة للوصول إلى إكسير الحياة والخلود، بدأت معه رحلتنا نحو السماوات السبع بكل شروطها والتزاماتها، وذلك من أجل أن نبعث أحياء من جديد في حياة هذه المرة لا تفنى أبدا. وشكراً.